أنا ما قلت لك تبقي بالبيت؟ ما قدرت أبقى. لقيتي علي ما هيك؟ لا، أنت متورط بقصة وعم يتحقق معك، قعدتي بالبيت ما أنا منطقية. فهمت، يعني حسب دورك بلعبتنا. يعني أنا لو ما أجيت لهون ممكن. شو اشتقت لك؟ معقول اشتقت لي؟ ما بقدر بعد عنك ولا بقدر ما أشوفك. عزيز عم يتطلع لهون. وأنا اشتقت لك كتير وخايفة إنه يبعدوك عني. لا تخافي إلا ما تخلص. روحي أنت. لساته هون ولا راح؟ لساته. حسيت إنه البيت فاضي من دونك وما فيه حياة مثل السجن. رح أطلع من هون كلها كم ساعة وراجع لعندك يا روحي، لا تقلقي أبدا. المهم ترجع لحياتي مثل الأول ونضل كل العمر سوا. بالأول لازم أكشف أكاذيب وخدع راكان بأسرع وقت ممكن، وبعدين مننهي زواجنا. هاد شو راح؟ ايه هلا راح. بيكون شك بشي؟ لا، لأنه لعبتي دورك بشكل حلو. عزيز لسات عند فريد؟ ما طلعت. سعيد، انت برأيك مين ورا هالشي؟ عزيز، تعرف انه فريد ما عنده اعداء، يعني الجواب على سؤالك واضح كتير. قصدك راكان؟ قربت قضية وصاية بدر وراكان عم يحاول يعمل اي شي مشان الوصاية. شو وسخ؟ لا تواخذني عزيز، تجاوزت حدودي. بالنهاية راكان بيضل سهرك. لازم روح واحكي مع راكان لشوف شو بده يقول. دير بالك سعيد. طيب أنا هون. راكان اللي ساوى هيك، هو ورا الموضوع. ليش مين في غيره بيعمل هالمصايب هاي؟ أكيد هو. ليش لهالدرجة هو بيكرهك؟ هو ما بيكرهني إلي بس، بيكره عائلتي وبيكره عائلة عزيز، يعني كرهنا بدمه. لا تصدقي تصرفاته المنيحة مع بدر وعزيز. أنا ما بصدقه لهالزلمة أبداً. اللي قديش انت رح تبقى هون؟ هن ما عم يعطوني جواب واضح. بظن رح ابقى كل الليل وبجوز اكتر. فريد، مو قدراني اتحمل تبقى هون ثانية بسبب شغلة سخيفة وظالمة. لك الشرطة لازم يعرفوا انه راكان ورا هالموضوع. والله عم فكر روح لعند راكان واخنقه بيدي التنتين هدول. لا بدك تطولي بالك. يا الله منك. لكن بستناكم نروح سوا. ما في لزوم. كيف يعني ما في لزوم؟ انتي ما بدك تعملي هيك لتقنعيهم بفكرة زواجنا؟ ايه طبعاً، وهيك أحسن. ايه بس ما في لزوم. إلك ساعات عم تتعبي بسببي هون، ارتاحي بالبيت. لكن رح أمشي، ماشي؟ أنا حسيت إنه مو قدرانة، روح واتركك لحالك. يلا، ما حدا عم يراقبنا وأنا مو قصدي ضمك. أنا بدي روح هلا. فريد بيك، لازم ناخدك على الغرفة الثانية. طيب. مو مطول هون، لا تخافي. تعال
شوف هالشوفة هاي، والله فريد عم يعانقها بشكل حقيقي. كيف؟ قصدي قديش هالحب حقيقي، اطلع عليهم شو حلوين. هو هيك عن جد حقيقي. أنا هون. والله اشتقت لك. وأنا اشتقت لك يا روحي. نمت وأنا عم استناك حبيبي وشفتك بمنامي. وهي اجيت يا حياتي، أنت ما عم تحلمي. لك بس حاج، لك شو عم تعملي جناتي أنت؟ انت حقيقي؟ طبعا حقيقي. مشي الحال، انحلت؟ لا لسه ما انحلت، قدمت افادتي واطلقوا سراحي. واكيد مو اكل شي، شبعت من الشاي والقهوه. في شوربه خضار حط لك؟ كل شي طيب من ايديكي. رح سخن لك. طيب الشوربه. صحتين وعوافي. اشتقت لأكلاتك، بظن في شي منيح بهالزواج. حلو هاد الحكي. المساء اجوا البنات لعندك؟ ايه طبعا، وليكم فوق نايمين، وعزيز اجا كمان. وليش اجا؟ كان قلقان علي. صحتين وهنا. أهلين وسهلين فريد. أهلين فيكي فتون. لا تواخذني ها، لأني فجأة أجيت لهون على المطبخ، بس ما كون قطعت لكم جوكم الرومانسي. والله ما بعرف شو بدي أقول. صحتين وهنا يا فريد. والله الحمد لله على السلامة. بتعرف المهم رجعت فريد. شكرا فتون. الشوربة طيبة ما هيك؟ الله يسلم إيديك يا نازلي، أكلت صحنين ويمكن أكتر، عن جد كتير طيبين. شبك كأنه ما قدرتي تنامي؟ لا والله كنت بسابع نومي، وفجأة صحيت من النوم وأنا حاسة حالي رح موت من العطش. قلت خليني أنزل وأشرب مي، بس أنا وجاية تنشطت كتير من كتر المشي وما عدت حاسة بنعس أبداً. وين حط الكاسات نازلي؟ ها؟ أنا قصدي في مسافة من غرفة النوم لهون، إذا بعتت رسالة لهون بدها 3 أيام لتوصل. فتون شو كل هالطاقة هاي؟ والله ما بعرف. والله يا صبايا أنا نعسان ورح أطلع لفوق ونام بأوضتي، قصدي نام بأوضتنا. مطولة حياتي؟ أوضتنا قلت؟ لحتى نام، تأخر الوقت ونصحى ونفطر مع بعضنا، ما هيك؟ أكيد يا عمري. فتون نحن طالعين لفوق، تصبحي على خير. طيب يا روحي تلاقي الخير. رح رتب قبل ما نام. صحتين على الشوربة. ليش نحن مجبورين ننام بنفس الغرفة مع بعض؟ لأنه نورمان وفتون موجودين. عن جد؟ اي بس هن نايمين بغرفتهم، يعني فيك تروح تنام بغرفتك بشكل كتير طبيعي وما رح يحسوا عليك، والصبح منقوم نحن قبلهم وهيك ما حدا رح يحس. برأيي نحن بس الصبح لازم يكون في إلنا حياة زوجية. بشوف إنه في مخاطرة ما إلها لزوم. أصلاً المخاطرة أنه ننام هون ومع بعض. شو قلتي؟ عم قول أحسن أنه أنت تنام على الأرض. مانك شايفة أنه هذا الشيء قاسي علي وأنا كل النهار كنت مقضيه على الكراسي؟ بس ما بقول لا. لا نام فوق، خلاص معك حق، روح نام بهديك الزاوية. وأنتي؟ أنا رح نام على هذا الطرف، شو أعمل؟ وتختك مانو صغير. تصبحي على خير. تلاقي الخير.
دور على شيء البسه. لاقي حالي برات الأوضة ولا تمثل علي، بعرفك مو نايم فريد. فريد أنا بحبك موت. نعم لقطتك، شفت إنك عم تمثل علي. تصبح على خير، التبس لأكشفك. صباح الخير. صباح النور. رح أعمل دوش. وأنا رح أروح جهز الفطور. مبارح. قولي أنت. بدي أقول ارتحت بنومتك مبارح؟ كانت وحدة من أسوأ الليالي اللي نمتها، أنت اللي غرقتي بالنوم ما؟ لا أنا ما غرقت بالنوم أبداً، حتى إذا بدك مو نايمة، عن جد ورح أموت من كتر النعس وما بعرف كيف بدي كمل نهاري بعد هالتعب وقلة النوم، أنا بحياتي ما قضيت أسوأ من هاي الليلة عن جد. بتمنى ما ننجبر ننام هيك مرة تانية. وأنا؟ صباح الخير. طلعوا البنات بكير من البيت، قال تركونا نقضي وقت لحالنا. طالما هيك ليش تعبتي حالك كل هالقد؟ لا تعب شو، دائما هيك بحط فطور وفي برك بالفرن. نازلي انا لازم امشي. والاكل؟ عن جد مضطر. والبرك؟ صحتين وهنا، انا بدي روح. ألو سعيد، هلأ أنا رايح على الشركة، كل شي جاهز؟ طمني خلصتوا كل شي بخصوص شركة ركان؟ ممتاز، طيب معناها فينا نبلش. شو هالزواج المبهدل؟ العمى ما في بشوفك ولا بوسة ولا باي يا مرتي الحلوة ولا حتى مناكل سوا بنوب. يا حوينة التعب، على أساس مشتقلي شو قلبه؟ شوف شو حلوة هالطريقة، مثل ما بدي بيطلعوا، وهذا السر الحلو. ايه شايفهم، بس رح أعرف أكثر على الطعمة. دوق. كتير طيب، يسلموا إيديكي. هلأ رح تصير طعمته أطيب، خصوصي مع الصوص. يعطيك العافية. فريد كيفك حياتي؟ بخير وأنت؟ مشتاق لك. مساعد جديد، ألف مبروك. كنت قريب من هون فقلت بمر بسلم ودقت الكيك بالليمون. شو طيبة طعمته، صار عندي سبب تاني لزيارتكم. ومبارح مارق على البيت وأنا بالقسم،
بشكرك لأنك عم تدير بالك على مرتي بغيابي. ولو هاد واجبي. شكراً كتير، ما قصرت. طيب تعال نشرب قهوة، شو رأيك؟ مو هلأ، أنا لازم روح على المعرض، بعدين بشوفكم. موفق. مع السلامة. جاهز لأكل قطعة منه؟ لسه بده بس شوي وبعدين بدوقه. طيب بستناكي. فريد بيك، سهري، قصدي استاذ سهري، ممكن تسمعني شوي؟ شوفي نورمان، بدي اياك بسام. خير، شو بدك نورمان؟ انا حاسه انه هيدي ما خانم حاطه جاسوس بيناتنا، قصدي براق، عم يشتغل لصالحها هون وكله على الموبايل. وكيف عرفتي هالشي؟ بزمانات اعطتني موبايل لحتى صور وكان غالي كتير، هلا في مثله بالضبط مع براق. إيه بس هذا ما بيعني إنه هو جاسوس لديمة. هالموبايل مستحيل يكون بإيد شخص مثله، خاصة إذا كان هالشخص فقير وعم يساعد أهله، غير إنه بيحكي بالهمس لما حدا يدق له. أنا حاسة إنه عم ينقل كل شيء لديمة. أنا ما عم بتهمه ظلم، متأكدة. خليك فريد بيك، اتركني امشي. اول شي بدي اعرف شو بدك، بعدين بتركك. ها طلع احساسي محله. قلنا لشو كنت عم تخطط؟ لا عم خطط ولا غيره، ما عملت شي ابدا. لكن لشو هربان فريد؟ نورمان شو الموضوع؟ براق حاطط تديمة خانم عنا بالمطعم مشان ينقل لك كل شي. كيف نورمان انتو شو عرفكم؟ انا مو جاسوس لحدا ولا شي، والله انتو عم تظلموني. بركي منفهم شي من موبايلك. نازلي انا متاكده، قبل بمره عطتني السديمة نفس هذا الموبايل. اللي لقيت شي بالموبايل فريد؟ مو مخلي ولا رسالة، بس في رسالة واحدة. فريد بيك ونورمان عم يحكوا بموضوع لحالهم. وعم تكتب تقارير، برافو عليك. بعتها لشخص اسمه عبدالله. أكيد ما رح يسجل الاسم ديما، رح يسجله عبدالله مشان ما ينكشف. عبدالله رفيقي وأنا بحكي له كل شي. لكن شو رأيك نبعت له رسالة ونكتب له فيها؟ اليوم أنا عرفت شي كتير مهم وما فيني إلاك يا على الموبايل، ولازم نلتقى فوراً. براق شوف، إذا بتقول الحقيقة بيكون أحسن. ديما هي عبدالله شي؟ وردت عليه طيب وين بشوفك؟ هلأ رح أكتب له وين منلتقي سوا، وأكتب له أنه خلاص شحن موبايلي وسكر الخط. برأيك مين رح يجي على الموعد؟ لك ليش هاد ما عم بيرد؟ راكان؟ يا نعم. براق من شوي بعت لي رسالة عم بيقول لي فيها إنه لازم يشوفني فورا، وهلأ عم دق له موبايله مسكر، على الأغلب خلص شحنه. أنا انشغل بالي كتير راكان، عم فكر روح شوفه. روقي لنشوف شو الموضوع، مو خايف يكونوا كشفوا براق وعم يستدرجوكي لهنيك؟ كيف يعني؟ أنت ليش خطر ببالك هالشي؟ حبيبتي شي مرة تجرأ هذا الولد وقال لك لازم نلتقي، هو حدد المكان؟ لا لا. طيب في شي مرة خلص شحن موبايله فجأة؟ لا ما. كنتوا عم تتعاملوا مع بعض عن طريق الاتصال مو عن طريق الرسائل، مو هيك؟ مزبوط، معك حق. لا ما. حتى ليكي هون برأيك كتابته مو مرتبة كتير؟ الشباب هالأيام ما بيكتبوا جمل كاملة، بيحاولوا إنه يختصروا كل شي، بس هالرسالة هي مكتوبة بدقة عالية كتير كمان، يعني يلي كاتبها يا فريد يا نازلي. ديما انتي ما كنتي تراسلي من خطك اللي بعرفه، ما هيك؟ انت شايفني هبلك لهالقد؟ انا عم بستخدم غير موبايل، عم استخدمه بس لهيك قصص.
طارق خذ براق على غرفة الاجتماعات، ما بدي أغيب عن عيونك لحتى أرجع. طيب ماشي، لا تقلق أبداً. وأنا بدي أجي معك. لا ناصلي، أنت ليش بدك تروحي بقى؟ أنت ضلي هون وأنا بروح بحط ديما عند حدا وبرجع. لا ما رح ضل. خلينا نقول إنه نورمان مذنبة بالمصايب اللي فوتونا فيها من قبل، بس هلأ أكيد هاي المرة ما رح تتركنا بحالنا إذا ما عملنا شي، وهلأ لازم نحط لها حد ونوقفها. شو بده يطلع بإيدك إذا رحتي؟ أنا بعرف شو عم أعمل. طيب خلينا نروح. بشير مالك اسمعي حبيبتي على هالقصة الجديدة هي، قال هلأ اخترعوا آلة بتعمل فطاير على اليو اس بي، شو رأيك؟ أوف ركان أوف، كيف قدران تقعدوا كأنه مصاير شي؟ ليش عم تقولي هيك؟ لتكوني عدوة التكنولوجيا، شي حلو كتير يعني على القليلة مشان يلي بيشتغلوا بالمطابخ. أنا مو قصدي على هذا الموضوع ركان، قصدي على الموضوع اللي بعتت بشير يساوي. حبيبتي طمني ما رح يموتوه، الشباب رح يلعبوه لفريد شوي وبعدين يتركوه، لهيك خلي زوجك يستغل هالفرصة وينتقم من الشغلات اللي عملها فيني. انتي ليش معصبة هلا؟ كيف ما بدي عصب؟ حتى كيف ما بدي اتوتر؟ إذا يلي استأجرته انكشف إنه جاسوس لألي، كيف ما بدك كان يعصب؟ حبيبتي اهدي، ليكي واضح إنه براق ما رضي يحكي شي. خلينا نفكر بهالطريقة إيه؟ وما اعترف، روقي بقى. راكان بدي أسألك، هدول الرجال ما رح يقتلوا فريد ما هيك؟ أنا من شوي ما قلت لك هالشي؟ لشو هالسؤال؟ أنا بس ما بدي نوقع بمشاكل أكبر منا يا روح. ديما من زمان نحن واقعين بالمصايب والمشاكل، فهمتي؟ مشان هيك بدي إياك تهدي وترتاحي شوي ولا تحكي. مرحبا. عفوا، يمكن اجينا بوقت مو مناسب. نعتذر. شو كأنه في مشكلة عائلية بيناتكم؟ معقول يكون هيك؟ اهلا وسهلا فيكم. تفضلوا. تفضلوا ارتاحوا. هاي أول مرة بتشرفنا عائلة أصلان بزيارة بعد الزواج، وهذا شرف كبير لإلنا، عن جد أنتو شرفتونا. نحنا كنا بدنا نحكي معكم قبل ما نجي، بس خلص الشحن. برأيي ما رح يواخذونا فريد. هاد لديمة. عم تشتري بالجملة وعم توزعيهم للكل؟ أنا ما فهمت شي. خليك عامل حالك مو فهمان قد ما بدك، يلي بيهمني إنكم تبعدوا عنا بقى. نورمان عملت غلطة كبيرة، مدت لك إيدها وما عرفت تنفذ أبداً، بس صدقيني نورمان لساتها أنضف وأصغر من اللي عملته، ومع هيك عقلت وفهمت، وبنصحك لا تقربي عليها. يا نازلي هلأ إذا جاي تعطينا دروس بالحياة، نحن حافظين كل هالدروس هي، أخدين الماجستير كمان، يعني نحن ما وصلنا لهون إلا ونحن مقلعين سنانا من ضربات الحياة. ولسه بدك راكان، هي الحياة للكل، كل واحد فينا بيتعلم من حاله ولازم يختار طريقه فيها، بس بطلوا هاي الألاعيب التافهة، عم تنكشفوا دغري. ليش لنحط جاسوس ينقلنا أخبار الناس وبعدين يوقع؟ اليوم دور الجاسوس اللي كشفكن، وبكرة جاية دور الشاحنات كمان وبينتهي الموضوع. هوهو، فيلم خيال فريد أصلان الواسع بالافتراءات قريبا جدا بالسينما. طيب خلينا نمشي. يلا حياتي. الله يسامحكم، ايه ما شربتوا شي، انطروا شوي ليصل بدر ومنه بتشوفوه. لا ما في لزوم، بكره جاي لعندي، مو مطوله حتى ارجع اخده. صح، جيب رجالك من المخفر. جمعنا لك ياهم. طارق خير؟ الخزنة ما عم تفتح، يا ريت تساعدني فيها. ما فيها شي ميمار، بس كبست الزر رح تفتح فورا. عملت هيك، كبست الزر بس ما فتحت بنوب، يمكن معلقة مشان هيك اجيت. طيب يا ميمار، بس يلي قاعد هون براق ممكن يهرب. الزبون عم يستنى ليدفع الحساب ويروح، لازم تجي معي. الحساب؟
أنا خايف هذا يعمل شي عمله. طيب ليك منقفل الباب، ما بصير شي. ايه بصير، حتى براق أكيد ما رح يتحرك. ايه ماشي. طيب لكن خليني روح على هاي القصة وارجع، ماشي؟ والمفاتيح بتضل معي لحتى ارجع، ماشي؟ طيب يلا. اسمعني ولا، هلا انا رح اروح اصحك تفكر انك تتحرك. ليك والله بأذيك، ها خليك بمحلك. يلا يا طارق يلا. طيب جاية اوعك تفكر تهرب. ايه يلا. حبيبي كأنك فتي بالدور كتير. هيك بده الدور، بعدين إذا عطيت وعد بوفي فيه. ايه منيح. يلا خليني وصلك على المطعم، في عندي شغل وبس خلص رح أجي أخذك. لا ما في لزوم، بقدر روح لحالي. المساء في افتتاح للمعرض. لا فريد ما فيني روح بهالفترة، أهملته للمطعم، ما في داعي لروحتي معه. بس مهم تجي معي لأنك زوجتي. هيك القصة؟ يعني مرتي ولازم تكوني معي مو بالبيت. هذا الموضوع ما رح يغير حقيقة إنه أنت غلطان معي، حتى ما سألت بنوب إذا كان في عندي شيء أو لا، يا ترى محتاجة لشيء أو حابة إنه تيجي معي ولا مو حابة كمان؟ بركي في عندي شغل بالمطعم، كيف رح تجهز حالها هالبنت؟ إمتى رح تجهز حالها؟ شو هيك الشغلة؟ بتقلي وبيمشي الحال؟ ميمار، في مصيبة صارت ميمار وأنا سبب هالشي. أي بس هذا كله منك أنت. كيف يعني؟ شو صار طارق؟ شو المشكلة؟ لك براق هرب مني. كيف؟ إيه ما لقيته هنيك. بلكي بدي روح جيب خضرة من السوق مضطر عليها. خلاص نازلي فهمت كل الطريق مع سكتي. يعني لازم روح لهنيك؟ نازلي صار شي مانو منيح. شو في ميمار؟ براق هرب منا. الحقير هرب. فريد بيك الحق علي أنا بكل شي صار، قلت لي خلي عيونك عليه مشان ما يهرب، طلعت لهون شوي قام طلع من الشباك وطار. لا مو مزبوط، هي مو غلطة طارق، كله مني، أنا كان بدي إياه ضروري، هذا خطأي إلي. شو نعمل؟ يعني شو نعمل؟ أصلاً نحن ما فينا نثبت أبداً إنه هو اللي كان عم يعطي المعلومات لديما ولا شيء، المهم إنه انكشف قدامنا. مزبوط. شو الموضوع؟ ولا شيء، براق هرب سعيد بيك. من اليوم كونوا حذرين لما بتكونوا توصفوا. خبروني لأسأل عنه قبل التوظيف، لا توصفوا حدا بدون علمي، لازم نسأل عنهم بالأول. نحن منحل هالموضوع، رح ننتبه، ما هيك ميمار؟ طبعاً، نحن منحلها، يعني بجوز يكون في جواسيس ومشان هيك هو بيسأل، صح؟ ايه طبعاً رح نحل كل شيء، وهلأ لازم أطلع أنا في عندي شغل كمان، منحكي نازلي. طيب خاطركم. نعم نازلي. ألو فريد، لقيت تياب عالتخت بغرفتي، شو هدول؟ جابت لك ياهن اقبال خانم، اختاري اللي بدك اياه وتعي فيه على المعرض. ما عندك ثقة بذوقي باللبس؟ مو هيك، بس قلت انه ما رح يكون عندك وقت وطلبت من اقبال تشتري لك ياهن. هالأواعي تنقاية اقبال مو هيك؟ لا هي بعتت لي صور التياب، يعني هي ما بتشتري شيء قبل ما اشوفه. فيهن مشكلة ليكونوا ما عجبوكي؟ بلا
عجبوني وحلوين كتير، يعني عجبوني لدرجة أني ما رح أسخى ألبسهم. أنا رح وصل على البيت بعد شوي، لهيك جهزي حالك مشان ما نتأخر. ليك اسمعني فريد، بلا ما تجي أبداً، لأنه ما بدي روح. تراجعت نازلي، شو اللي عم تحكي؟ لازم تكوني هنيك بحكم أنك مرتي بالدور. مو قدراني فريد، واليوم كان سيء كتير. غير هيك هدول التياب اللي باعت لي إياهن ما عجبوني. نازلي لازم نكون سوا قدام الناس. لاقي لك كذبة غيرها، ولا ما بتعرف تكذب؟ شوفك لف ورجع، مالي رايح البيت. ها ليك اجت، اجت نازلي. تأخرت عليك يا روحي. ما ولا يهمك. فستانك حلو. شكرا لك حبيبي. بدي اتصل فيه، وهذا ما بطيقه ابنه. يا الله، وهذا ما بحبه، وهي ابوه مجنون بيضلوا يسرعنا بصوته العالي. ما بدي. لا خلص، صرتي بالشارع وما حدا سمع عليكي. خلينا نتمشى. ماشي حياتي، بالاذن. مع السلامه. سلام. يلا امشي حبيبتي. قلتي انك مو جاي. ايه وغيرت رايي. شكرا لانك ما تركتيني لحالي. جيت مشان الاتفاق المتفقينه، لا تفكر بشي تاني. ما بيهمني السبب ابنه، المهم انك اجيتي والكل شايفنا مثل اي اثنين متزوجين ومبسوطين. ايه عادي، مو مهم انا، المهم الناس. هذا تنقيتك؟ ايه، يعني معقول ما البس شي انا منقيته فريد بيك؟ ما عجبك؟ ماشي الحال. ماشي الحال. ما انتي لازم تهتمي بالموضة شوي. رح اجيب شي نشربه. شو فهمك بالموضة؟ بالإذن منكم برجع لكم. رح اسميك اليوم نجمة المعرض. لا، فيك تسميني اليوم أكتر بنت تعيسة بحياتها. تعيسة؟ ليش عم تحكي عن حالك بهالطريقة؟ أنت طالعة بتجنني وأحلى وحدة هون. هاد من ذوقك. شكرا عزيز. مو هي الإسوارة تبعي؟ لا، ايه تبعك. لقطيني. وليش هي معك؟ وقعت منك بالمخطر وأنا لقيتها وأخذتها. والله فرحت. رح آخذها ماشي؟ بعتذر منك، رح خليها بإيدي ذكرى منك. عزيز، نحنا وقتها سكرنا على القصة ما؟ وماني نسيانة هاد الشي. ولا أنا نسيت، الذكريات ما بتضر بشي. حياتي، كيف الجو؟ حلو كتير، تعرف منيح أني إجيت.
خبرنا انك مو جاي، ولما شفتك فرحت كتير. الحقيقة اليوم كان في ناس كتير بمطعمنا وفكرت اني ما رح لحق، بس لحقت. حتى بردتي مو؟ ايه والله المشاكل اجت مع بعضها، بس انا قوية. عليك العافية. الله يعافيك. على الأغلب عزيز شاكك بشي. ايه بتصور. يا مفكر انه نحن متخانقين مع بعضنا، يا مفكر انه هذا الزواج اللي صار مانو مزبوط. يا ترى انا غلطت بشي؟ اكيد، خاصة لما قلتي انه كان في ناس كتير بالمطعم انتبه عليها. انا كيف بدي اعرف انت شو قايل له؟ لو بعرف هالموضوع كنت عرفت اتصرف. نحن عم نحكي عن بدر وعن مستقبله هون، لازم نكون كتير منتبهين بهالفترة هي. يمكن خطتنا تفشل من ورا غلط صغير وبعدين نخسر بدر. الغلط موجود بالمشاعر. اي مشاعر؟ ما بحس انك بتحبني بنوب. اي شي طبيعي، انا لساتني معصب وما سامحتك. هاد بالضبط اللي بقصده. عن جد هالشي مأثر على اللي عم تعمله، بس مرات كتير بشوفك عم تطلع فيني كأني عن جد زوجتك، وفي مرات كتير عم شوفك بتكرهني وحابب إنه تموتني. ايه وأنا عندي هالإحساس، مرات بشوفك قريبة كتير إلي، بس مرات بحس إنه مو طايق شوفك بنوب. ايه لا تواخذني، ما فيني مثل الحب من طرف واحد. نازلي هذا اتفاق. وشو يعني؟ مو ناقص غير تطلب مني بوسك كل الوقت. بجوز اطلب تبوسيني اذا انجبرنا. مستحيل هالشي. لا تحكي هيك ابدا. اتطلع فريد، اصحك تحاول تبوسني قدام الناس؟ ها والله بعمل لك مشكله وبفضحك قدامه. الزواج منك صعب كتير. ليش بقى؟ كيف ليش يعني؟ يعني بدك ألف وحدة بس مشان يلحقوا شغل ورقك. شو صار لك؟ التوت رجلي. انت منيحة؟ منيحة منيحة، ما فيها شي. الله تعي لعندي. شو بدك تساوي؟ رح طلعك لفوق. شو في وجع؟ في شوي بس هلأ بتتحسن. أنا لأنه مشيت كتير بهذا الكعب العالي ما عدت وأزنت منيح، ماني متعودة على الكعب. روح جبلك تلج؟ لا ما في لزوم. أكيد؟ لا أنت روح هلأ بتصح. معناها لروح على قطي، طالما ما في حدا بالبيت ما في داعي ننام مع بعض اليوم. وهيك رأيي. صباحي على خير. تلاقي الخير.